تنظيف وتطهير فلسطين من سكانها العرب من وجهة النظر الصهيونية عملية تم التخطيط لها عشرات السنين. طبعا هذا يؤكد أن المخطط الصهيوني كان يدرس مسبقا ضرورة التخطيط المنهجي لتطهير هذه البلاد من العرب خدمة للفكر الصهيوني لكي يتسنى ترويج فكرة أرض بدون سكان لسكان بدون أرض. قالوا حزنت فما دهاك تقهر، قلت المصيبة فوق ما تتصور، مات الحبيب بدوحة كاد الفؤاد لفقده تفطر، مات الحبيب بدوحة كاد الفؤاد لفقده تفطر. صام الخميس لربه متشوقا، ودع الشباب لصومه كي يؤجر، صام الخميس لربه متشوقا، ودع الشباب لصومه كي يؤجر، وقع المصاب لهم وهم في صومهم، ماتوا صياما في الجنان سيفطر، وقع المصاب لهم وهم في صومهم، ماتوا صياما في الجنان سيفطر. شبابنا في موتهم قد سابقونا للجنان وشمروا، لله در شبابنا في موتهم قد سابقونا للجنان وشمروا، لخلوفهم عند المليك وصومهم أزكى من المسك العطير وأطهر، لخلوفهم عند المليك وصومهم أزكى من المسك العطير وأطهر. يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور، يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور، والعبد فيها صائم لملكه ودماء تتناثر، والعبد فيها صائم لملكه ودماؤه بسبيله تتناثر. صبرا جميل إنكم نسل النبي الهاشمي الأطهر، صبرا جميلا أئنكم نسل النبي الهاشمي الأطهر، فلقاؤنا عند النبي وصحبه في جنة الفردوس عند القادر، فلقاء